بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. وطن ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. بلاد حد الشمس والضوء، نحلق ما يحتنا جو، نقيل فيها مرتاحين وريحة البن. نتاوق ليها مستنين يمر فنجان ونضار الدمع بالفرحة. نغني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلب صباح الروح، صباح الروح. يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح، ونحلم كم حلم مفتوح، نغني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلق الصباح الروح. يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح، نحلم كم حلم مفتوح، حلم مفتوح، حلم شكلكم على الله يا العجيب، كان قلبتوا ليلة الليل نهار، لا شبعان قادر ينوم وعيوننا ذاتها فارقة النوم. مين مصيبتكم دي دخلت البلد؟ أولاد عجيب، أولاد عجيب، إن شاء الله بالعدم. نوم نوم يا ولدي. والله والله يا اولاد عجيب، يا انا انتوا في الحله دي، انا اللي بحقر بيه امه ما ولدته، امه ما ولدته. انتوا قايلين نفسكم شنو؟ قايلين نفسكم شنو؟ القلاب اللي انقلب بيكم ان شاء الله.
حاج امسك امسك اسمعني هنا كويس قبل طلوع الشمس تمشي الجزارة تشتري لنا سلطة خضراء وشطة خضراء وليمون وتجيب لنا نص كيلو كبدة وعيش حار زي القروش دي وما تنسى يا زيادة تقول الزمن بيطيب مع أولاد عجيب الزمن ما طاب معاكم يا نورين والحسين أولاد عجيب يطيب مع منو الزمن نورين والحسين مسكوا من قرونه دور يا أخوي قسم انا حاج مقبول انا كان ما مراعاه لاخوتك وليه روح المرحوم والدهم كان اخذت حقي بعصايتي دي ولا سلمتهم البوليس وتربستهم في الحراسه لا حاج كرم الله كلمه بقولها قدامك وقدام الحله دي كلها اولاد اخوي عجيب ديل يستاهلوا اكتر من السجن ومن الشفت منهم يا حاج كرم الله انا لو الموت ده في يدي كنت فكيت ليهم الليلة قبال باكر ما كنت خليتهم ليهم باكر الردمية الردمية جبتها قدام البيت عشان تحمينا من السير والمطر جو حفروها وشالوها بيقلابهم مكان قعدتنا ونستنا لمتنا يا حاج كرم الله بقى زي وكر الارانب لا من بيته كله يتضعضع انا اقول لك شو يا حاج قول لا اولاد اخوانك حاج المقبول قسما عظما ان شفت قلابهم ده تاني جهه بيوتنا الا اقلبوا بيهم هذا ولا قلبوا سكة أولاد أخوك دي أحسن تبعد منها وبحرا دخلوه بكروعيهم خليهم اللي يغرقوا فيه لا بيحترموك ولا بيسمعوا كلامك وقتين باعوا قطعة الأرض حقة أبوهم الله يرحمه شاوروك وقتين اشتروا النصيبة من دخاخين دي كلموك إن عندهم مشاكل مع ناس الحلة البوليس قاعد والمحاكم فاتحة أبوابها إن سكتت وبعدت يا مدينة وسديت دي بيطينة ودي بيعجينة وقلت مالي وماله وين أروح بالروح أخوي عجيب أخوي عجيب كان شايل أولادي ديل فوق كتفه ولا من راح الدار الآخرة كان باقي ليهم أبو باقي ليهم دليل هسه لما الدور بقى علي أنا عليه مقبول أخوه مالك دايراني أقصر في واجبها مدينة يا أخي هؤلاء أخوك ديل قصروا عمرنا نحن زادي يا نورن أيوة كده جون نور طويل خلينا نشوف المقانيت دي اها طويل طويل اها كده كيف يا سلام يا سلام اطفط الجهاز بكمل الجهاز اطفط تمام 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 الحسين اشفط اشفط واملا المصر بتاع الجهاز ده لانه قبلك شايف العربيه دي نقرتها ما تمام بتدور دفره يا اخي لاي اشفط اشفط من وين الحسين شفطت الله يديني الطين طين طويل طين اشفط اشفط املا خشمك املا خشمك ده املا بجاز ها اشفط ونظف معاك السيوره يا الحسين ها حسين نورين مالك شوف لي الليمون الروي الجاز لا حول ولا قوة إلا بالله ها دكتور القلاب قطع جاز جنب بيتي قلت أملق عليهم أشوف الحظ شنو قاموا شافوني قلنا لي هذا تعال أها مشيت عليهم أشوف الحظ شنو نورين قال لي كبسنا الجهاز ده اهو كبسنا في الجهاز قام نورين مسك المفتاح نقر المفتاح كده اها
القبيله وقعت فوقي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله دي حكايه عجيبه. ولد عجيب دير قوة عظمى. اللي عملوه في الناس قنبله هيروشيما ما عملته. لعنة الله عليك. سألت الله تسيب فيك حريقة ولا حادث حركة الليلة قبال باكر. كمليتنا هموم وحبيتنا النوم. الحسين عليك الله عليك الله. بس اللقمة دي عشان خاطري. عليك الله. الحسين شيل لك لقامة واحدة بدرية زوجتك أكبر بخاطرة بليس لقام. لا تحاولوا يا اخوانا لا تحاولوا لا تحاولوا. دي جاز انا شارب جاز يا اخوانا جاز. خلاص اعمل لك عصير تشربه. ما دريش ما تجيب لي سيرة عصير ولا تجيب لي سيرة السجوك ولا بيض ولا زيتون. انا يا اخوانا شارب جاز شارب جاز. حسين ما تجبر بي خاطري يا اخي. نورين دعمك ونرجع. نورين هاي امشوا عمك دلال. شنو يا اخي بعد ما شبينا جاي شبينا نصايح. الحسين نورين. ايوه عمي جايك جايك جايك. ناس ما عندهم ذوق ما عندهم احترام للخصوصية بتاعت الناس وحرمة المنازل. صح هاك الحسين. أنا عارف وشايف وسامع كل حاجة يا عم مقبول. عارف الحلة اللي ما عندها موضوع دي بقى موضوع أولاد عجيب. حركتهم مرصودة خطواتهم معدودة. نفسنا في صدرنا ده ناس الحلة عارفينه. إلا أولاد عجيب ما مكترسين للصغاير دي. بس اهتموا يا نورين يا ولدي. الضرر سببتوه للناس بالردميات اللي بوظتوها للناس بالحفر سويتوها للناس بصوت المصيبة جبتوها دي القلقلة نوم الناس. عم مقبول ما الحلة دي كلها مليانة مصايب. ما يقول البعض ما يقول الحيوانات اللي بتكورك من تمسة لا من تشرك. المهموم مهموم والمساهر مساهر والعنده مشكلة حامياه النوم ويقولوا سببه نحن ديل. الشاي علوية ما في نفس لشاي يا نورين يا ولدي. ما في نفس لشاي. لو ناس الحلة فهموا متدني ونظرتهم ما بعيدة دي مزولتهم مزولت أولاد عجيب دي مزولتهم هم يا
الليلة حنتكلم عن تاريخ الاستقلال. منو فيكم بيعرف معنى كلمة استقلال؟ أنا دايركم الليلة في الموضوع عن إسماعيل الأزرق. أي واحد ليش الحاجة اللي بيعرف عنها؟ يا نورين يا الحسين يا اهل بصارة كيف؟ لا فيك المزمار بتاع الجيربوكس ده بكون شابك دهني الجيربوكس ده ما معاك فوق فيكو انت ده انا ظنيته ده الدين لمو يا اخي دينا مشنو يا اخي دينا ما بيجيبوا فوق شنو ده بكون العصايا يا اخي دينا مشنو يا استاذ مبارك عليك الله يدك معانا ونادي لنا باقي الفصول دي خليه يدفروا معانا القلاب ده كلموا قلاب يجيب لنا ناس الفصول الصغيره يجيب لنا ناس سنه ثانيه بس قوموا ادفروا قوموا ها يا شباب كنتم متذكرين ان احنا قاعدين نتكلم عن شنو؟ يا الله معلش يا شباب نحن احسن حاجه نعملها نضحي بعشر دقائق عشان المصيبه تتحرك من هنا يلا المستقبل المشرف اثروا نورين ايوه بعد عليك لا تدبل التعشيق هاي دبلها يلا اصبر 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 وين برد الناس ما بتاكلوا تو اثروا مهندس صباح الخير معاك الحسين والعجيب اتشاحنه كيف الحال قلت لك النمره نجيب لكم ان شاء الله حلينا الصباح في الموقع الجديد اي لما وصلت اعملوا لنا سكول بس انا ونورين اخوي ده شعار بالجوده نورين ده طبعا عنده نقصة كبير قبل الله حسين اخوي معرفت الرجاج كنز عارف الزلم الحر ده تعامل معانا كيف؟ ها؟ اتفق معانا بيجاي والدار عارفون بيجاي اقول شنو يا حسين؟ شايفك الصباح تجرجر في الواطة تتكلم معاه بدرية وعلمية يعني من حقهم نوفر لهم مسكن يليق بمكانتهم والله يسعدك الله يكرمك صحيح والله لازم يكونوا معانا في السراء والضراء ايوه صح نقول يعني نكرمهم لازم نكرمهم ايوه قلت لك يا انت دار لي عليك الله 2 كيلو سجق وكيلو اللي الجبنه مزفره ايوه انا دايره 3 كيلو زيتون لكن يوناني ما مصري ودنا معاك علبه تونه ايوه بعدين دار لي عليك الله كشطه اسرع يا جنى دار شنو يا جنى اطرال عارفة يا علوية الوحدة في البلد دي بقت تخاف على روحها عديل من أمراض بتاعت سوء التغذية ما مشكلة نتصل على نورين والحسين ياخدوا العربية ومشي لسوق المدينة ويجيبوا لنا الأغراض البطاطس كم يا أخي؟ جابتني هيك دبي جنيه دبي 500 ودبي جنيه
ودي بجنيهين. والله يا علوية الوحدة زوجها يديها مبلغ وغدره من القروش وتجي داخل السوق عشان تشتري الحاجات وملز وطاب وتجي راجعة بخفي حنين. والله يا بدرية يا أختي الوحدة فينا إلا تبقى من أكلة الحشايش. والله لو ما السوق والناس كان وريت كان المكشن بلا بصل. عارفة يا علوية الحسد هو المضيع الناس في الحلة دي. الوحدة بدل ما تفكر في نفسها تفكر في غيرها بس العين بحسين. والله يا بدرية ما في شي بكرهه في الدنيا دي إلا الوحدة تلقيها بايرة وعرسوها لقريبة بالجهودية وتلقاها تغار الرقبات باللي تزوجن بعد ما تم الثانوي زي أنا كدي. يا مرة خليك عادلة وأرجع البيت. والله ما أرجع والله إلا فلنا الليلين وينتهي من حياة فريد مرة وأغط فيهم تعبيدة وإن شاء الله شفتها كان يدخل رقبتني في حرب المجرم. يا مرة قلت لك أرجع البيت وكفاية كفاية فضايح. البيت ده عايش في السترة بمقام من يومي مرت سترة ماسكة لساني وماسكة مكاني عليك. لكن مثل الدين إما ضاقنا الكلمة اللي بتطعن في القلب مثل السكينة المصدية ما بسكت وإما ضاقنا الكفة اللي بترض الشيطان من الراس ما بخليهن وما بخلي مطاعنة وملاسنة لي. يا مرة قلت لك أرجعي أنا ما عندي قدرة لجري وملاواة ما برجع. اسمع يا مرة علي الطلاق تمرقي من البيت ده انت طلقانة. من يومك حلتك مدينة المسكينة دي برجع وبعز لك حالفك حل نسوان أولاد أخوك ما بخليه. الأم هبتربط السفنجة بالدلقان عارفاها والأبوها عايش بجرورة الدكان برضو عارفاها. بعد ما كنا في أولاد أخوي عجيب يجينا في نسوانه أولاد عجيب أخوي الله ينتقم منهم انتقم منهم رب العالمين الخلقني وخلقهم. اخوانا هوي اخوانا خف يدكم شوية النمرة دي حقت ناس ما حقتنا ما دخلنا في مشاكل دايرين نخفص. انت الحسين الباقي لنا كم طلبية كده في النمرة دي؟ خمسة طلبيات. خمسة في 75 ب 225 صح؟ اي عيك قصر معانا عيك قلعب قصر معانا. والله ما قصر يا هوي الله لا ننتقى اخوانا وقفوا يا حرام. لا دارت والله ما زال دي والله الا الخروف ترى خروف والله ساجور ده والله ثلاثه خرفان خروف والله ثلاثه خرفان السوق والله يا اخواننا سيد العربيه الملك لما نمشي بكرعينه نشوفه غريبه خلاص. الرياضه مفيده الحسين. أيوه. بين كل فتره والثانيه رجال المال والاعمال اخر يتريضوا كان كده نبدا الطريق. يلا نبدا الطريق. بقول شنو الحسين اخوي قول احنا لازم نوجه الدعوه للسيد المحافظ شخصيا لانه في قياده شابه لازم تاخذ موقع الطبيعي والريادي في المنطقه. ايوه فعلا ما 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 ما, ما لازم الناس تكوش الافضل لازم الناس تكوش الافضل دي سنه الحياه. ايوه جلوس ومن شر حاسد اذا حسد. عازل لك ثلاث خرفان بلديات ومكلوفات يا زياده. اسير ما مهم اهم حاجه جودته. ايوه سوق الزول ده اتفق معاه الحسين مع اولاد عجيب زمنك يطيب يا ود عمي. اول حاجه خروف للعتاله وتاني حاجه خروف نقسمه للحله كرامه وسلامه. اما الخروف الثالث ده احنا نمشي بالرحله وماشيين هنا نورين. اصل الاولاد لهم كم يوم بقول لي يا بابا دارين نمشي مدينه الطفل. الله اولاد عجيب تقولوا ينفعكم ان شاء الله. والله كرمهم فات الحدود باقي لهم ادخلوا اللجنه ويمسكوا البلد. صدقت والله البلد دي تلقى احسن منه. وين اكله خير باسط
سياسة صارت دي يا جدع. قول حسين فيشني يا نورين؟ انزل 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 ادفع العربية دي انزل. قال لك انا من حديد. انزل انزل يا انزل علوية بدرية انزل ادفع مع الحسين انزل انزل لكن انزل ولا لكن برانا يا اخوان انزل العربية دي معطل انزل. طب علي سيرة أولاد أخوي عجيب الله يرحمه. بقت تتعبني يا حاج كرم الله، بقيت ما بدور أسمعه. النار تلد الرماد المقبول أخوي. ما قصرت معاهم في شيء يا حاج كرم الله، لا في راي لا في مشورة، لكن الأذان وقت تطرش ما بتسمع يا حاج كرم الله، والعين لما تزغلل تاني ما بتشوف، شوفه بيبقى طشاش طشاش. بيقول رجال قدر عمه ومخيرين في حياته. ده كلام العقل يا حاج كرم الله. الله حاج المقبول، ده الحسين وده اخوك عجيب. هل حصل شنو؟ اي شيء يحصل من اولاد عجيب اخوي جايز. أولاد عجيب ديلة تيبت خسرمين في الخلا، لو ما لقاهم بتاع بوكس واتحالات جاب الحسين وجاب العوائل كان زمان اتلحسوا. ونورين ما جمعوا؟ نورين قاعد حارس التيبر ما مجبور يحرس أصماله. الله غايته الناس دي لو سمعوا كلامي كرموا تاني للتيبر ده واطبحوا لهم خروف كرامة وسلامة والدم فيك العارض. الله يصدقك. الو 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 شبك مان شبك مان اي الو الحسين الله ينور عليك يا نورين يا اخوي. نوم الصباح رباح. عارفة يا علوية نسوان الحلة ديل الواحدة بدل ما تكون مهتمية بنفسها تلقيها مهتمية بنجاحات غيرها وقلبها مليان بالحسد والغيرة. يا اختي كل ينابي ما فيه ينضح. ينضح؟ الكلمة دي دايرة تفسير يا علوية. ناس الحلة بمستويات وما انتي عارفة دي حيفتكروها ينطح. عارفة يا علوية؟ ناس الحلة دي من يوم ضمن النجاحات والابتكار فاقدة شيء الله يعطيه حتى في الامتحانات
ناس الحلة هنا في المدرسة ما بيسألوا بيقولوا الأول منو، بيقولوا الطيش منو. والله إدمان الفشل مصيبة، مخلعاته قل سعادته أرح. عم كرر والله. كيفك يا عمو؟ كيفك حبابكن؟ لكن والله أنا سؤال ولاد عجيب، الخلعاته يعلم بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقيط الزنيان ده بعرفه. أها طمنا يا معلم. طمنكم بالحقيقة وبالكذب. حقيقة شنو؟ والله قلبك علي طريقة بعبي تمن. أمك نبيع؟ نبيع شنو؟ هزول بعد ما بقى سيد ملك يبقى سيد حسن وندامة؟ على العموم أنا قدر أكفت على كده، وما أظن مكانيكي صلح عليكم. بعدين يا أخي القلاب ده موديل قديم، حديده مصدي، ممكن مولفة. أنا مشي، السلام عليكم. يا شوف شوف يا نورين، أنا حركة الميكانيكية التعليم دي ما بتنفع معي، ولو هو فاهم إنه أولاد عجيب حيتنازل عن المشروع إنه يبقى واهم، المشروع ده لازم يستمر رغم أنف الظروف. يا غنى الحسن، الحسن نعمل هول كبير وصالون نسائي شكلي اف شكلي اف صح، وهناك نعمل لنا مطبخ كبير، المعنى كده مطبخ مشترك. كويس. ونعمل لنا حمامات داخلية، حمامات حمامات. والصالون هنعمله هناك جنب البوابة اللي على الشارع، لكن ده ما مكان الحديقة بدرية، الحديقة الطبيعية ممكن تكون برا البيت، وجوا البيت نكتفي بالحديقة الصناعية. الحسين شايل أوراق العربية، هو هيكون داير يبيعها؟ يبيع. يدك يدك، ما تهمشي ما تهمشي ما تهمشي. انا بفتش للكتالوج بتاع القلاب ده عشان اوري لك الصنايعيه دي، اوري لك الشغل ما بعرفه. هو الكتالوج حق القوالب يا حسين؟ ايه اوراق القلاب دي بس بالقهوه. يدك 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 ما تهمشي، دي سندات خطيره تحب جزايته. بس سنه 51 تم بيع الغلاب من عبد الفراج حسنين الى معاويه من الحاج حميده الى سعد الله الامين سنه 61، من جبريل عبد الغيوم الى مكي امام سنه 63، بيع الغلاب بنمره الشاسيه 13/22. كتالوج ده ما في، لكن في اراده، في إرادة. نضرب نضرب لنورين أخوي. نورين بقول شنو؟ الحسين الله يرضى عليك يا أخي، شوف لنا أي طريقة نجرب القلاب ده من الخلدة. البيت ده غير سيرة أولاد أخوي عجيب ونسوانهم، ما فيه شيء. النسوان ضحكن عليك ليل أمشي أضحك عليهم واقتليهم كمان، وإن لقيت طريقة كمان أقتلي معهم أولاد أخوي ديل وريحيني منهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمرة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مرحبا يا أخي. لو سمحت يا أخي بسأل من نورين والحسين أولاد عجيب. والله الولاد دي اللي هم يعني كم يوم كذي ما موجودين في الحلة. لا يا أخي. طيب ما في زول من أهلهم يعني خالهم أبوهم عمهم أي زول بتهمهم المصلحة بتاعتهم؟ أي في عمهم المقبول. ممكن توصلني لهم؟ هاي جدا هاي. تفضل تفضل. هاي الله الله يبارك. ها؟ ما في بيه خطر. ما عليش يا ولدي. لا ما في حاجة. تفضل 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 تفضل. الله يبارك فيك. يا مهندس المصنع الجديد يا ستي. أولاد أخوي عجيب شايلين منه قروش متلتلة والتزموا لهم بالشغل وليه هسه ما نفذوه. وهو أنت قايل أولاد أخوك دل عندهم كلمة؟ أمشي شوفهم يا مدينة. أنا الفيني مكفيني ما عندي قدرة لبلاويهم دي عشان تقع فوق راسي. يا الحاج الأولاد دي الليلة لهم كم يوم ما في. أمشي شوفوهم يا مدينة يمكن رجعوا. ما في. أنا متأكدة من الكلام ده. ما في. أمشي شوفوهم يا مدينة. تعالوا نسوي نجارة فرح ما
أجمل مكان في الكون. تعالوا نصور رجالة فرح مجنون، نفرح حزننا الموجود، نتدفق جداول طيبة